وينضم إلينا الآن من شمال مدينة غزة عبر الهاتف الصحفي يحيى المدهون. مرحبا بك يحيى، ما تفاصيل ما يجري في مخيم جباليا؟ نعم، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين الكرام. أكثر من 40 شهيدا منذ ساعات قبل هذا اليوم نتيجة استهدافات على مختلف مناطق شمال قطاع غزة. في أحدث استهداف وأحدث مجزرة هي منطقة اليمن الصعيد أو مستشفى اليمن الصعيد. هذا المستشفى الذي يأوي عدد كبير من النازحين تم استهداف الخيام الموجودة في ساحة المستشفى وشط مخيم جباليا وتحديدا مقابل بركة أبو راشد. هذا الاستهداف أدى إلى حرق الخيام بشكل كامل، وكانت الضربة قاسية وعنيفة، وأدى ذلك إلى ارتقاء نحو 16 شهيدا إضافة إلى أكثر من 30 جريحا. وهذه المجزرة ترفع عدد الشهداء منذ ساعات الصباح إلى أكثر من 40 شهيدا. قبل قليل كان هناك استهداف لطاقم صحفي في شمال قطاع غزة، حيث أدى هذا الاستهداف إلى ارتقاء شهيد وإصابة آخر. الشهيد هو المصور والآخر هو يعمل مراسل بقناة الأقصى. في التفاصيل أن جيش الاحتلال عند دوار أبو شرف تحديدا يقوم باستهداف كل من يقترب من المكان، وهذا الدوار هو أو المفترق هو مفترق الموت، مفترق الموت فعلا، لأنه جرى اليوم استهداف أكثر من مواطن وأكثر من تجمع للنازحين في هذا المكان في محاولة منهم للخروج من المخيم إلى مناطق أكثر أمان، ولكن تم استهداف هؤلاء حتى إلى ارتقاء أكثر من 15 شهيدا في ضربات متفرقة عند هذا المفترق الذي يفرض خلاله جيش الاحتلال حصارا مشددا على مخيم جباليا. أيضا كان هناك غارة جوية على منزل عائلة أبو بر خلف مركز لواء فيصل قريب من الدفاع المدني غرب مخيم جباليا، وهو بالمناسبة قريب جدا من دوار أبو شرخ. أدت هذه الغارة إلى ارتقاء 6 شهداء إضافة إلى عدد من الجرحى. الاستهدافات توالت في شمال قطاع غزة إلى منطقة جباليا البلد، حيث تم استهداف بالقرب من مركز مدرسة نجم الدين أربتان في بلدة جباليا، وأدى ذلك إلى ارتقاء شهيدين. إضافة إلى ذلك عمليات القصف المدفعي كانت عنيفة منذ ساعات الصباح، استهدفت بلدة جباليا واستهدفت منزل معاهلة نبهان، وأدت إلى جرح عدد كبير من المواطنين في مختلف مناطق شمال قطاع غزة. هذه المناطق التي تم استهدافها بالقصف المدفعي هي مناطق تبتعد عن مناطق التوغل لكن تطالها قصف مدفعي. هذا القصف المدفعي عنيف جدا، كان في محيط مستشفى الشهيد كمال رضوان في مشروع بيت لاهيا، وكان في بلدة جباليا وأيضا في بيت لاهيا. هذه هي تفاصيل وصورة الأوضاع حتى اللحظة نتيجة هذا التوغل الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي. نعم، شكرا جزيلا لك الصحفي يحيى المدهون، حدثتنا من شمال قطاع غزة.